مستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان. ازاي حضرتك يا فندم؟ سعداء بوجودك معانا، وتحياتي الكابتن عادل الطعيمه والكابتن عادل عبد الرحمن. تحياتي لحضرتك ولضيوفك وكل برنامجك المميز يعني. ربنا يخليك يا فندم. سياده المستشار، يعني اولا طمنا على اسوان. اسوان حته مننا كلنا، لما بنيجي نتكلم على اسوان بنبقى سعداء طبعا. ظهره الجنوب، بنبقى سعداء طبعا بوجودكم في الدوري الممتاز. بكره ماتش صعب، الدنيا عامله ايه؟ الحمد لله، انا بشكر حضرتك وبرنامجك المميز على اهتمامك باسوان، وان اسوان في خريطه اهتماماتك، واحنا عايزين نكون عند حسن ظن جمهوريه مصر العربيه كلها اللي هي بتحب اسوان وبتشجع اسوان. ايوه، احنا الحمد لله يمكن عملنا اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا. بالنسبه للفرقه زي ما كان طلبات الكابتن ربيع ياسين، احنا عملنا وساعدنا كان الكابتن هيثم عرابي معانا، وعلى حسب امكانياتنا الماديه عملنا فرقه كويسه، ولا يتبقى الا توفيق في ماتش بكره. احنا بنحترم كل الفرق اللي في مصر، وكل عندنا يقين ان كل الفرق اللي في مصر بما فيها فريق اسوان بتخدم المنتخب اللي ايه القومي المصري طبعا. فاحنا كل ما بندعوه بكل بندعوه من خلال برنامج حضرتك ان هو يكون يعني الناس كلها في موده ومحبه بينها، والماتش بينتهي كاسب مغلوب ولا غالب، لكن في النهايه يتبقى الود بين الناس والعلاقه الطيبه بين الفرق كلها يعني. يا فندم برضو عايزين نطمن على الملعب بكره. طبعا استاد اسوان من الملاعب الجميله جدا، الجو عامل ازاي؟ الامور عامله ازاي؟ طمنا برضو على بدايه الدوري. كان في اجتماع امني ضم كل المنظومه، سواء كانت الرابطه ولا تذكرتي ولا نادي اسوان ولا الامن، ويمكن احنا بنشكر كل جهاز الامن وكل المنظومه لان هي متعاونه في اننا تخرج المباريات، يمكن اللي مش بس في اسوان، اللي في مصر كلها بالشكل اللائق واللي يحب يشوف الجمهور يعني. فانا شايف الاستعدادات يعني على اتم استعداد من جميع الجهات، وان شاء الله نتمنى ان بكره الناس كلها تشوف ماتش كويس ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. هدف اسوان الرئيسي يا فندم صفقات قويه، مدير فني هدف كبير. اسوان الرئيسي البقاء في الدوري الممتاز واحتلال مركز يليق باسم اسوان ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم يا فندم كل التوفيق، ويعني كلنا محبه، وكلنا كمصريين بنحب اسوان، ونتمنى كل الخير لاسوان الحقيقه. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا 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 جزيلا مستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان.